قد ذاب قلبي في صوت الأذان كالطير في عدن من فك يرقى قد كنت تقيا في الأمس كله وهدوت من بعد سماعه أتقى يا نبض إيماني ومبعث راحتي يسري بها الشوق غربا وشرقا قد بات سطحه بالنفس نشوة إن غاب صارت النفس تشقى. على تقاطعات الشوارع وحول الميادين وفي الحدائق وفي كل منطقة وحي من أحياء الشارقة يوجد أكثر من مسجد يتيح لكل مصل أن يصلي صلواته في أوقاتها وتحت أي ظرف من الظروف. تتنوع أشكال وأحجام المساجد في كل حي ومنطقة من مناطق ومدن الشارقة. منطقة السيوح من المناطق التي تم افتتاح عدد كبير من المساجد فيها، من بينها مسجد التسبيح الذي افتتح في شهر فبراير من عام 2021 ويقع على شارع الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. أنا عبد الله جاد خضيرة إمام مسجد بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نرحب بكم في مسجد التسبيح الواقع في منطقة السيوح واحد. يأتي افتتاح مسجد التسبيح للتسهيل على قاطن منطقة السيوح واحد التي تشهد زيادة سكانية وتمكينهم من أداء العبادات بكل يسر وطمأنينة، وتقوم دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بتيسير إجراءات بناء المساجد لكل المتبرعين، فبناء المساجد يتماشى مع الخطة التنموية والتطوير العمراني في إمارة الشارقة. مسجد التسبيح في منطقة السيوح واحد على مساحة أرض إجمالية تبلغ حوالي 12,330 متراً مربعاً
على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، تعلوه أربع قباب دائرية الشكل ومنارتان بارتفاع 30 متراً، مع وجود العديد من المرافق الخدمية من دورات المياه وأماكن الوضوء وسقي الماء وسكن للإمام وآخر للمؤذن. هذا المسجد يتسع لحوالي 1130 مصل ومصلية. يتكون الشكل الخارجي لمسجد التسبيح من 3 مستويات متدرجة الحجم والطول والارتفاع. المستوى الأول يتضمن البهو الخارجي وقاعدتا المئذنتين، أما البهو الثاني فتعلوه 3 قباب متوسطة الحجم. البهو الثالث هو البهو الرئيسي الذي تحف جدرانه وشرفاته وتتوسطه قبة مضلعة كبيرة الحجم. أقيمت الأبواب الخارجية على عقود مستقيمة، أما الشبابيك فهي ذات خطوط مستقيمة تلتقي معا لتشكل رأسا مدببا. التسبيح هو قول سبحان الله، وفيه تمجيد وتقديس لله جل وعلا وتنزيه له عن كل نقص، فهو الكامل سبحانه وتعالى. والمسلم يسبح الله تعالى حينما ينبهر ويتعجب من رؤية مظاهر قدرته وعظمته جل وعلا. ولقد تكرر لفظ التسبيح في القرآن الكريم مرارا حتى يتدرب لسان المسلم على لفظه ويتعود على ترطيب لسانه بذكره سبحانه وتعالى. ذكر التسبيح مع الحمد على أشكال عدة وردت في الكتاب والسنة. قال في فضلها صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالتسبيح يثقل ميزان العبد يوم القيامة، وهو سبب لمغفرة الخطايا ومحوها. وعلمتنا آيات القرآن أن أكثر الناس تشبهاً بالملائكة الكرام هم أكثرهم تسبيحاً لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وتسبيح الله تعالى يجعل اللسان والقلب رطبين بذكره ومتعلقين به ومستحضرين لعظمته سبحانه وتعالى. ويبقى الإنسان دائما متصلا بالله سبحانه وتعالى طالبا لرضوانه، لأن رضوان الله بوابة الدخول إلى بقية الأمور في الدنيا والآخرة. التسبيح من أفضل القربات، وهو من الذكر، وقد دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقول عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
معاكم عبد الرحمن اسماعيل الحسن الحوسني من سكان سيوح 7 في إمارة الشارقة. ولله الحمد تم افتتاح هذا الجامع في إمارة الشارقة في منطقة سيوح 1 اللي هو جامع التسبيح. كلما سمحت لي الظروف أنني أحضر لهذا المسجد خاصة أيام الجمعة، أشعر بفخر وحالة نفسية مريحة عندما أصلي في هذا المسجد، وهذه نعمة نعيشها في دولة الإمارات في مثال الأمن والأمان وحسن التعامل والتعايش، وهذا لا يحصل إلا إذا كان هناك حاكم صالح يبادر بنفسه في عمل الخير، ودعونا له بطولة العمر والصحة والرضا من الله سبحانه وتعالى، والله يعطيه الصحة والعافية. وهذا اللي أراده، أن يكون في إمارة الشارقة الباسمة في كل دوار يكون فيه جامع، يكون جامع ما شاء الله مزخرف، وجامع من عدد من المصلين يقدرون يصلون، والقانطين واللي يقدر يمر على هذا المسجد يسمع الأذان يتوجه للمسجد هذا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ثم حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسم. الشكل الخارجي لمنارتي مسجد التسبيح الفاطمي الطراز تمثل فيهما فن العمارة الإسلامية المتفرد بالمآذن، وكل جزء من المنارتين منفذ بعناية وإتقان، واستخدمت في بنائهما وزخرفتهما أساليب وزخارف متنوعة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يبدأ بناء المئذنتين بقاعدة طويلة مربعة الشكل، بها نوافذ بأشكال هندسية متنوعة ورؤوس مدببة تم تغطيتها بزخارف من الأرابيسك، ثم يعلوها الشكل المثمن في جزئيها الثاني والثالث، وصولاً إلى الجزء الرابع الدائري المغطى بمظلة أقيمت على عدد من المقرنصات، وأخيراً القبة البصلية المضلعة. على جدران المئذنتين مجموعة من النوافذ تم تزيينها بخطوط مستقيمة ورؤوس مدببة، كما تمتاز المئذنتان بكثرة المشربيات البارزة المغطية لفتحات النوافذ. أما الشرفات التي تتوسط المنارتين فهي مثمنة الشكل، أقيمت على جدران انتقالية ومقرنصات وإطارات زخرفية بارزة. اليوم نحن في هذا المسجد في منطقة السيوح، وهذا المسجد بني افتتح قريبا، ومن المساجد الجميلة ومبني على طراز معماري جميل، وعلى وضع مكانه على المحاور الرئيسية، وهذا الأمر تمتاز به إمارة الشارقة التي خصصت للمساجد وفق تخطيط
عمراني جميل، أن تكون المساجد متناسقة من حيث التوزيع سواء كانت داخلية أو في الأحياء أو على الشوارع الرئيسية. لو نظرنا لهذا المسجد ما شاء الله تحفة معمارية، وأيضا المسجد فيه إمام يجيد للقراءات المعروفة، ونشكر صاحب الفضل والفضيلة أن خصص تلك المحاور والأراضي، وهو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أن هذه المحاور أو الأراضي التي خصصت للمساجد الجمع فهي رابطة متناسقة ممتدة وفق التخطيط العمراني التي وضعتها الإمارة، فالشكر له، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء بما خصص هذه الأراضي وجعل الإمارة من المعروف عنها، ولا نبالغ إن قلنا مدينة المساجد. وأشكركم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من مميزات مسجد التسبيح الواقع في منطقة السيوح واحد القباب الأربعة التي تعلو ثلاث منها المدخل الرئيسي، وهي متشابهة الأشكال والأحجام والزخارف الداخلية. أما القبة الرابعة وهي الأكبر حجما فقد أقيمت فوق البهو الرئيسي للصلاة. ممتاز الشارقة بالمساجد، ما شاء الله جمالية المساجد ونظافة المساجد. الحمد لله احنا في مسجد جديد تم افتتاحه تقريبا مدة اسبوعين، وشوف جمالية المسجد ونظافة المسجد، ومشكورين على القائمين على هذا المسجد، جزاكم الله خير. نشكر الدكتور الشيخ سلطان الوالد على قيام اهتمامه في المساجد، جزاه الله خير وطول بعمره إن شاء الله. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. قيمة القباب الثلاث التي تعلو سقف المدخل الرئيسي للمسجد فوق فتحات مربعة الشكل، اقتصر شكلها من الداخل على فتحات النوافذ والثريات الكريستالية دون تفاصيل زخرفية. أما القبة الرئيسية فقد أقيمت على أربعة أعمدة دائرية الشكل ملساء دون إضافات أو زخارف، تعلوها زوايا مثلثة الشكل أدت للانتقال إلى عنق دائري مرتفع به نوافذ واسعة، ثم الشكل النصف الدائري للقبة المزخرف بتصميم هندسي بسيط مكرر بين فتحات النوافذ وحول الثريا الكريستالية. يتصدر الرخام البترولي اللون واجهة المحراب بالأقواس المدببة.
أما تجويف المحراب نفسه فقد زين بشكل هندسي مكرر في منتصفه، إضافة إلى وجود إطارات وخطوط بارزة في تجويف القوس الشبيه بشعاع الشمس. تمتاز نوافذ مسجد التسبيح بتنوع الاتساعات، وتنتهي برؤوس مدببة، وزين الزجاج برسومات هندسية متكررة. أما سقف المسجد فقد زين بزخارف ونقوش هندسية ونباتية وثريات كريستالية لولبية الشكل متنوعة الأحجام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويستمر إعمار المساجد في الشارقة، عشرات المساجد تفتح أبوابها للمصلين كل عام، لتنطلق من حناجرهم الدعوات بأن يحفظ الله الإسلام والمسلمين، وأن يجعل بناء هذه المساجد في ميزان حسنات من كان له يد في إعمارها. قد ذاب قلبي في صوت الأذان كالطير في عدن من فك يرقى، قد كنت تقياً في الأمس كله وهدوت من بعد سماعه أتقى، يا نبض إيمان ومبعث راحتي يسري بها الشوق غربا وشرقا، قد بات سطحه بالنفس نشوة إن غاب صارت النفس تشقى،